هكذا باتت تبدو أخصب بقاع العالم العربي الزراعية، كتل إسمنتية ضخمة تغطي المكان، منازل متناثرة هنا وهناك على حساب الأراضي الزراعية. فقد بدأت القصة حينما زحف التوسع العمراني العشوائي لمدينة جنين وضواحيها باتجاه ما تبقى من مرج ابن عامر، وشقت خلاله الطرق العريضة وجف النهر الذي كان يغذي المنطقة. للأسف عملية تدمير المرج هي حاليا مثل سرطان بتفشى في الجسم بدون ما نعطي أي مضاد حيوي، بدون ما نشجع الناس أنهم يحموا الأراضي فيه. وبالعكس في هنالك حديث عن مناطق صناعية تم البدء فيها لقضم المزيد من الأراضي. صورة المنطقة أصبحت لا تبشر بخير، خصوصا وأن البنيان يتكاثر بوتيرة سريعة في الأونة الأخيرة بحجة التمدد الطبيعي للمدينة. فقد زرنا المنطقة لنرى ما يحدث على أرض الواقع عن كثب، فكانت هذه النتيجة: منازل بعدة طبقات ومصانع بنيت هنا، بالإضافة إلى فيلات سكنية أقيمت، وانكمشت الأرض الزراعية، إلا أننا بحثنا عن المسؤول مطولا ولكن بلا جدوى. في جهل في الثقافة العامة، المفروض الثقافة العامة مش الحكومة اللي بدها تحافظها، المفروض المواطن نفسه يعرف انه هذا السهل والمرج بن عامر هو له قبل لغيره، هذا مصدر الزراعي اللي موجود، وهي أرض تربة خصبة، وبالتالي كمان البناء فيها خطر. كل منا يتحمل مسؤولية، قطاع العام والقطاع الخاص، الحكومي والمواطن والأجهزة كليات، كلنا ذوي علاقة بهذا الشأن ونحن مشتركون، لا أحد يبرئ نفسه في هذا الجانب. بعض أراضي المرج بيعت لصالح إقامة منازل سكنية، وبعضها الآخر بيع لإقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وأراضي السلطة الوطنية، والقليل بقي يعمر في أرضه ويستثمر فيها، إلا أن هؤلاء المزارعين لم يعودوا يقووا على الصمود في ظل التمدد العمراني وقلة الدعم المقدم لهم. هم مسؤولين البلدية صح؟ البلدية هي المسؤولة عن مد الشوارع، توصلهم الشوارع، توصلهم الكهرباء، توصلهم المي، صح ولا؟ البلدية توقف هاي الخدمات، وقف الأمران. يعني الكل مسؤول عنها، بس في الدرجة الأولى عندك نيجي نحمل مسؤولية للبلدية، كونها هي نتحدث طبعا نحصر في مرج بن عامر، كون مرج بن عامر في بلدية جنين هي المسؤولة عنه وهي المشرفة عليه. احنا كبلدية التوسعة اللي عملناها في السهل يعني هي بالنسبة للتوسعة ضئيلة، يعني مش هالتوسعة اللي يعني، وحافظنا احنا يعني ما جينا على منطقة فاضية زراعية ما فيش عليها أبنية، فيش فيها شوارع وكذا، وجينا احنا قلنا والله بدناش، بدنا نستغني عن السهل ونعمله سكن. بالرغم من الماضي الجميل والأدبيات والجغرافيا والتاريخ الذي يتصف فيه هذا المكان، إلا أن سهل مرج ابن عامر في هذه الأيام يعيش محنة تهدد وجوده فعليا. أما عن المسؤول فيبقى هذا السؤال مفتوحا يبحث عن إجابة. حمزة السلايمي لتلفزيون القدس. القدس.com